فرص جديدة تتجدد للشراء العملات الرقمية الإخوان، يعني الذي لم يشتروا من قبل. الآن يمكنك أن تقوم بشراء عملتك الرقمية المفضلة إخوان، أو التي أنت مقتنع بها، وسأقدم لك في هذا الفيديو من أفضل العملات الرقمية التي يمكن أن تعطيك أرباح يعني في المدى القريب وأيضا في المدى البعيد إن أردت يعني أن تقوم بتخزين هذه العملة. وهي قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتواصل دايما بكل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة أسفل هذا الفيديو. مباشرة الإخوان إلى الموضوع. موضوعنا الإخوان اليوم سنتحدث عن عملة تي ار اكس، وهي عملة الترون يعني تي ار سي 20. الكل يستعمل هذه الشبكة في التحويل اليو اس دي تي، وهي تقريبا أرخص شبكة لتحويل اليو اس دي تي يعني من منصة إلى أخرى ومن محفظة إلى أخرى. هذا هو الشرط الخاص بالتي ار اكس. والإخوان ماذا يحدث في سوق العملات الرقمية؟ كما ترى هنا أولا سنتحدث عن البيتكوين. انظر ماذا يحدث في العملات الرقمية البيتكوين، هناك هبوط حاد في البيتكوين ومستقر الآن تقريبا في 58,000 دولار، وهذه المستويات التي قمنا يعني بتحديدها سابقا. كما قلت لكم إخوان، فشل إغلاق فوق هذا الدعم يعطينا مجال لكسر هذا الدعم والتداول أسفل منه الإخوان، وهذا ما حدث. وهناك هبوط في البيتكوين كما ترى هنا إلى مستوى 58,59,000 دولار، وهو مستقر الآن في هذا المكان. كما ترى هنا فالبيتكوين الآن ما زال مستقر في هذه المناطق. كما قلت لكم الإخوان، إذا أغلق البيتكوين إغلاق يومي فوق 62,000 دولار فسيكون جيد جدا الإخوان، سيفتح مجال للتداول في مستويات أعلى 60,000 دولار، ثم 66، ثم إلى 68، و تشكيل قمة جديدة في 73-74 في هذا يعني الأفريج. أرى فيها فرصة جميلة جدا لمن أراد أن يدخل في هذه العملة، فهي جميلة للمدى القريب وأيضا للمدى البعيد. يمكنك أن تقوم باستثمار في هذه العملة، فهي توجد في أغلب المنصات الكبيرة مثل باينانس إلى الماركت، ستجد أنها متوفرة في العديد والعديد من المنصات مثل يوبي، باينانس، جيت أي أو، كوكوين، بيت فينيكس، قلنا بولونيكس الإخوان، اف تي اكس، يوبي جلوبال وما إلى ذلك، فهي موجودة في العديد والعديد من المنصات. يمكنك أن تقوم بشرائها من بيناصة وجيت اي او، فهم منصات جيدة الإخوان. وانظرونا الإخوان، فهذه عملة الإخوان كما قلت لكم دائما انتبهوا لهذا الأمر، لأن هناك وين أن ترون تي ار اكس فهي عملة رقمية يعني لديها شبكة خاصة بها، هي شبكة تي ار سي 20 او شبكة تي ار سي 20 التي من خلالها نستطيع ان نقوم بتحويل او عمل ترانزاكشن تحويل اليو اس دي تي من والى نفس الشبكة، مجرد عمل الوقت للوصول الى ال1 دولار الاخوان. لهذا انصحكم ان تقوم بشراء هذه العملة، فهي جيدة جدا للمدى القريب وايضا للمدى البعيد. اغتنم الفرصة وقم بالشراء الان يعني في هذا الرنج الاخوان. انظر هنا فهي جيدة جدا للشراء الان، يعني انها نزلت بعض الشيء، ممكن تقوم بالاستفادة يعني من هذا الارتداد عندما يصعد السوق الإخوان. انظر، فكل ما يحدث الإخوان في البيتكوين مجرد ألعاب الحيتان الإخوان، يجعلون من يعني من المستثمرين الجدد يعني يملوا من هذا السوق، ثم يبيعوا العملات الخاصة بهم سواء بخسارة أو يعني استعادة رأس مال فقط، وهكذا بعد ذلك يصعد السوق مباشرة الإخوان إلى القمة. تقوم ببيع هذه العملة، انتظر فالعمل الوقت الإخوان، فهذا السوق يعني متذبذب فترة في صعود وفترة في هبوط، وهذا أمر يعني الإخوان عادي ويجب عليك أن تتعود عليه كما قلت لكم الإخوان. فجميع المجالات فيها ربح وفيها خسارة، لكن ما يفضل ما يميز العملة الرقمية أن يكون مستثمر في عملات قوية ذات يعني مشاريع قوية مثل تي آر إكس. فلا تخاف أخي الكريم، حتى وإن نزل بك السعر 60-40-50% فسيعود أدراج يا إخوان لا محال، فقط عميل الوقت. هذه عملة جيدة جدا يمكنك أن تقوم بالاستفادة منها الإخوان، فهي جيدة للمدى القريب وأيضا للمدى البعيد. فيمكنك أن تستفيد مثلا من هذه المنطقة لديك تقريبا 60-50%، ويمكن أيضا أن يذهب إلى أكثر من ذلك. والذين يسألون عن هل يمكن أن نقوم بالتداول فقط من الهاتف ويمكن أن نقوم بشراء عملة من الهاتف، إذا أخي الكريم مثلا الآن السوق نازل، يمكن أن تقوم بشراء من الهاتف فقط، فيعني يمكن تحديد أي عملة. سترى هنا ستقوم بتحديد المستوى الخاص بها في الهاتف، لأن هناك تطبيق في بينانس فيه الكثير من يعني نفس التطبيق الإخوان، نفس المؤشرات، نفس الأمور التي موجودة هنا في الديسكتوب تجدها أيضا في التطبيق الخاص بالهاتف. يمكن أن تقوم باعتماد على المستويات،
ثم تقوم بالشراء في القاعة وتبيع في القمة. فهذا أمر الإخوان رائع جدا. يمكنك أن تعتمد على الهاتف فقط وتشتري، خصوصا الآن السوق كله نازل، يمكنك يعني أن تقوم باقتناص فرصة وتشتري في اللون الأحمر حتى تبيع في اللون الأخضر عندما يصعد. أخي الكريم، إذا أردت أن تقوم ببيع نسبة ربح 10% 15% فالأمر مطروق لك. تريد أن تقوم بالتخزين للمدى البعيد فالأمر أيضا مطروق لك. أتمنى لكم التوفيق وشكرا على متابعتكم. هذا مرة نشرها في هذا الفيديو، والسلام عليكم.